السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد وثغرة أسطورية، ثغرة لاعب إيبيك، نعم يا أسطير، أو لاعب بيك تايم إيبيك إن شاء الله في مقطعنا الأسطورية هذا. الكثير منكم يكتبون لي في التعليقات يعني نريد ثغرة مالديني، نريد ثغرة بيرلو، نريد ثغرة هؤلاء اللاعبين. أوكي إخوان، يعني والآن جبت لكم ثغرة أسطورية، ثغرة منقولة أسطر من يوتيوبرز يعني أجنبي، وثغرة هذيك تكون أسطورية، ثغرة الإيبيك. لذلك أنا لا أجرب تغرس الإيبيك لأنني لا أمتلك كوينز، يعني كافي اللف داخل هذه الباكجات. المهم سوف أشاركم هذه التغرة، وإن شاء الله لما لا تحصلون على لاعب يعني إيبيك إذا كنتم سوف تقومون باللف داخل باكجات الإيبيك، أنصحكم باتباع هذه التغرة، ولما لا سوف تحصلون على مالديني أو بيرلو أو دوناردوني، يعني نسخ أولي اللاعبين نسخ أسطورية، وخاصة نسخة مالديني تصل إلى 101، يعني لاعب هاكر داخل اللعبة، يعني يعتبر أقوى مدافع داخل اللعبة إن شاء الله. لذلك أنصحكم باتباع خطواتنا لهذه الثغرة، ولما لا تحصلون على لاعب إيبيك أو لاعب بيك تايم إيبيك. أول خطوة سوف نقوم بها أساطير هي الدخول عند إيموبيلي مرتين، ثم أساطير سوف ننتقل عند الحارس مينيان مرتين، نفس الشيء كذلك عند رافائيل لياو، ثم نفس الشيء كذلك عند فلاوفيتش، ثم بعد سوف ننتقل عند دوناردوني 3 مرات دون الاطلاع على احصائيته، بعد سوف ننتقل لأساطير عند بيرلو مرتين والاطلاع على احصائيته هكذا، ثم الثانية، ثم سوف ننتقل بعد ذلك أساطير عند هيرنانديز مرتين دون الاطلاع على احصائيته، نفس الشيء سوف نقوم به عند لوكاكو، ثم سوف ندخل للخطوة الأخيرة هي الدخول عند مالديني 5 مرات دون الإطلاع على إحصائيته، ثم الثانية والثالثة ثم الرابعة والخامسة. بعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الخروج واللف ب100 كوينز. لا تنسوا كتابة التعليقات أي لاعب حصلتم عليه. لمن يمتلك أقل من 500 كوينز لا أنصحك باللف في باكجات الإيبيك لأنها صعبة جدا يا أساطير. مهم يا أساطير، هذه الثغرة سوف تزيد حظوظكم للحصول على لاعب إيبيك، لما لا يا أساطير، أو لاعب بيك تايم إيبيك إن شاء الله. مالديني أقوى مدافع داخل اللعبة. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم يا أساطير، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.